قناة نور تي في، قناة المربي بامتياز. نزور الضيعات والمزارع، نجري لقاءات، ننجز ربورتاجات، نقدم دروس في التربية، ويسعدنا انضمامكم إلى أسرتنا. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تي في. سنتحدث لكم مشاهدينا الكرام عن نوع جديد من الدجاجيات يشبه السلالة أو يشبه الدجاج البلدي ويسمى بدجاج الأضغال. لكن بداية نتمنى منكم مشاهدينا أن لا تبخلوا علينا بالضغط على الإعجاب حتى يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد من المشاهدين. ما المقصود بدجاج الأضغال الأحمر؟ هو من السلالات الأصلية للدجاج البلدي المنزلي، طائر من رتبة الدجاجيات. حجم طول الذكور يصل فيها ما بين 65 إلى 75 سنتيمتر، والإناث يصل ما بين 42 إلى 46 سنتيمتر. أما وزن الذكر فيتراوح ما بين 672 إلى 1450 جرام، والإناث ما بين 485 إلى 1050 جرام. هي طيور داجنة من أسلاف الطيور البرية. هو من الدجاج المحلي للطيور المستأنسة في آسيا منذ آلاف السنين. موطن تواجدها الأصلي هو بالهند، شرقها عبر جنوب الصين وفي ماليزيا كذلك، سنغافورة، الفلبين وأندونيسيا. على مر الزمن انتشر واشتهر في جميع أنحاء العالم. يتميز دجاج الأضغال الأحمر بألوان ريشه الزاهية المشرق الأحمر والذهبي البرونزي المخضب بالأسود. كما يوجد منه الكثير من الأنواع المهجنة على نطاق واسع بجميع أنحاء العالم. في الأصل يعيش دجاج الأضغال الأحمر في الأحراش الشجرية وفي الغابات، ولديه نظام اجتماعي طبقي، حيث يعيش في قطعان صغيرة مختلطة خلال فصل الصيف والخريف والشتاء. الذكر يتميز بعرفه اللحمي الكبير العالي على رأسه وبالنشاط والحيوية النابضة. يتغذى هذا النوع من الدجاج على الأعلاف من الأرض كالبذور، الفاكهة، الحشرات وما شابه ذلك. يستخدم أقدامه كثيرا للنبش بالأرض والتفتيش عن الطعام وسط أوراق الشجر المتساقط والقمامة. يبني عشه عادة على الأرض على شكل تجويف صغير مفروش بالأوراق والريش والأعشاب. تحتضن الدجاجة البيض ما بين 5 إلى 8 بيضات حتى يفقس. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا. دمتم في رعاية الله.